اتفضل يا ابراهيم. السلام عليكم. وعليك السلام، اتفضل يا ابراهيم. كيف حالك يا وليد؟ والله بخير الحين الحمد لله. معك ابراهيم من المدينه المنوره. علي صوتك بس يا ابراهيم شوي. اقول معك ابراهيم من المدينه المنوره. حياك الله، حلي حي الله اهل المدينه. الله يسعدك ويبقيك. بس شيخ وليد، انا والله من زمان احاول اني اتواصل معك، والحمد لله ان الله وفقني. والله يستعدك، واسال الله العظيم ان الله ينصرك يا رب يا رب. بس لو تسمح عندي مداخله في دقيقتين ونص او ثلاث دقائق بالكثير. لا دقيقه ونص بالله عليك عشان المكالمات كثير النهارده. طيب بحاول اني اختصر. ابن القيم رحمه الله عليه يقول: ما خاطبت عالما الا غلبته بعلمي، ولا خاطبت جاهلا الا غلبني بجهلي. وهذه نعم. المقولة نسبوها لعلي بن أبي طالب. صحيح. والإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: يخاطبني السفيه بكل عيب، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. عندي سؤال بس يا شيخ وليد، أنه عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت عائشة وحفصة رضي الله عنهم على ذمته، أو طلقهن قبل وفاته؟ وإن كان طلقهن فنبغى سند صحيح يعني من الشيعة. ولما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إلى آخر الآية، هل كانت عائشة وحفصة على ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان الجواب نعم أنهم كانوا على ذمته، فالآية هنا تشملهن. صحيح. فالقرآن هنا يعني يناقض نفسه وحشى عند الشيعة ذلك. طبعا لكن نعم. أي عند الشيعة المقصد أنه يكفرهن في آية ويمدحهن في آية أخرى، وأن الله هنا لا يعلم الغيب، فكيف يمدحهم في آية؟ يعني تخيل مثلا الله عز وجل يأتي ويقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ويأتي في آية أخرى يمدح أبا لهب. بالضبط. نعم. وكيف النبي يقول عن مشرك مرتد صاحبه، والقرآن يؤيد ذلك، إذ يقول نعم. لصاحبه: لا تحزن. وليش أبو بكر رضي الله عنه لم يغدر في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه طبعا المشركين الغدر، فليش ما غدر في النبي وهو مشرك مرتد كافر؟ ليش حمى النبي عليه الصلاة والسلام؟ عامة يعني بصفة عامة يعني القرآن الكريم يزكي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، وكل يوم نقرأ هذا القرآن في صلاتنا، في تهجدنا، في العبادة، حتى إذا علمناه للناس علمناه أن القرآن الكريم يزكي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما قرأنا القرآن وجدنا تزكية الصحابة بصفة عامة. عندما سمعنا كلام الشيعة نراهم مرتدين، نرجع إلى القرآن الكريم نراه يزكيهم، نرجع إلى الشيعة نراهم أنهم يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نصدق، القرآن الكريم الذي نقرأه كل يوم أم نصدق الشيعة؟ والله المستعان. جزاك الله خيرا يا غالي، ربي يبارك فيك. احسنت. بختم بهذه الايه نعم. وليد يقول الله سبحانه وتعالى في الايه الكريمه في اواخر سوره البقره: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. بس اتمنى اذا اتصل عليك شيعي تسأل عن هذه الآية، أين ذكر الإمامة والأئمة في هذه الآية الكريمة؟ ولا حتى لما تسأل الله عز وجل للجنة تقول: اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فين الإمامة؟ فين الأئمة؟ فالله المستعان. جزاك الله خيرا، أحسنت يا غالي.